توفي الكاتب العالمي ويليام شكسبير قبل 4 قرون، ولو كان يجيد اللغة العربية وحضر الليلة لخرج وهو راضيا تماما عن العمل المسرحي الذي قدم في مدينة عدن اليمنية. هكذا كان رأي أحد الحاضرين في العرض المسرحي هاملت الذي قدم على خشبة مسرح المجلس التشريعي في العاصمة المؤقتة عدن. مسرحية هاملت تعتبر من أهم المؤلفات التراجيدية للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، حيث أنها تروي قصة انتقام أمير الدنمارك من عمه الذي قتل والده واستولى على العرش. ما يميز هذا العرض المسرحي أنه تم التحضير له منذ مطلع العام 2021 بتدريبات مختلفة وورش عمل خاصة بفرقة خليج عدن. استغرقت تحضير لمشروع المسرحية أو هذا البروجيكت وقت طويل جدا، لأنه العمل كبير جدا وهو نوع مختلف من أنواع المسرح حاليا اللي تقام في مدينة عدن. فالمشروع أخذ ما يقارب 2 سنين من التحضير الكبير، ودخلنا في مرحلة البروفات تقريبا من 6 إلى 5 أشهر في البروفات الفعلية مع الممثلين. حرص فريق العمل على تقديم المسرحية باللهجة العدنية الدارجة، مع إضافة نوع من الكوميديا في بعض فصولها، وتقديم أداء فني بديع جمع بين جيلين مختلفين من الممثلين والفنانين، ما بين نجوم الزمن الجميل للمسرح العدني ومجموعة من المبدعين الشباب الذين تفجرت مواهبهم على المسرح، لتوحيل الجميع بمستقبل فني مبشر بكل خير. لم تقف مميزات المسرحية عند هذا الحد فقط، بل أنها اختارت المعلم التاريخي للمجلس التشريعي في مديرية صيرة بعدن، بعد أن تكفلت فرقة خليج عدن بترميم مبنى المجلس وتهيئتها بحيث يحاكي المسارح الأوروبية القديمة من خلال توسط خشبة المسرح لمكان العرض وإحاطة الجمهور بها من 3 جهات. استمرت العروض المسرحية لمدة 10 أيام متتالية، ليبدأ العرض الأول في 7 يناير وينتهي في 16 من ذات الشهر بحضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية، حيث أبدى الجميع إعجابهم بالعرض المسرحي وسعادتهم بعودة المسرح العدني إلى الواجهة من جديد. نحن متعطشين للثقافة، لأن عدن كانت مركز ثقافة أساسا سابقا يعني، وعودة المسرح العدن هي عودة المراكز الثقافية وعودة الحياة داخل عدن. يذكر أن هذا العرض المسرحي هو الأول من نوعه في المدينة بعد انقطاع فني دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الأوضاع التي تعيشها المدينة خلال الفترة الماضية. محمد الراعي لبرنامج صباح اليمن اليوم